بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الموقره. احنا خريجين مجموعه طبيه دفعه 2023، عندنا قانون تعيين مركزي رقم 6 لسنه 2000 يعين جميع خريجي المجموعه الطبيه والمهن الصحيه على المستشفيات الحكوميه والمؤسسات. اليوم احنا عددنا 57000، تعينوا 29000 وبقينا احنا بحوالي 28000 وكذا عدد. صار لنا تقريبا هاي المظاهره رقم 16 وتحول بعدين الى اعتصام، صار لنا 5 ايام من يوم الاحد لحد الان احنا، ومطالبنا واضحه، التعيين المركزي مثل ما تشوف الكتب موجوده، عندنا درجات حذف واستحداث تقريبا اكثر من 30000 درجه، ودرجات الحذف والاستحداث هي اصلا ما تحتاج تخصيص مالي، مناقله بين الوزارات، واحنا عددنا 27000. فالموضوع بسيط، يعني انا ما اعرف ليش التاخير هذا وهالتسويف بانهاء ملفنا. زين، لمن وجهتم مناشدات يعني؟ والله النواب، وزاره الصحه، الماليه، كل الجهات المعنيه واللي ممكن تاثر على هذا الموضوع او تساعدنا بهذا الموضوع احنا ناشدناهم. اليوم احنا مطالبنا واضحه ويا معالي وزير الصحه الدكتور صالح الحسناوي، احنا ابنائك، انظر لنا بعين الابوه، التمس حنيتك، احنا نلتمس حنيتك مثل ابنائك. بناتك اليوم بالشارع يفترشون الارض بالبريد واللير، صار لنا 5 ايام. فنطلب من عندك يا وزير الصحه، احنا عندنا قانون والموضوع بسيط، انظر لحالنا والطف بحال هاي النساء الكبار والبنات والشباب اللي جايين من محافظات بعيده، وهاي مظاهره قلت لك رقم 17 دام و16، وصار لنا 5 ايام هنا من الصبح لليل. فنرجو من وزير الصحه ان ينظر بموضوعنا ويسهل لنا انهاء هذا الملف. صار لنا من يوم الاحد واليوم الخميس تقريبا 5 ايام بايتين هنا امانه الله بالشارع. العفو، انا زين العابدين احمد، تحليلات مرضيه. احنا المجموعه الطبيه دفعه 23، نص الاقسام اللي بقينا بدون تعيين، يعني قسم الصيدله واسنان والتحليلات. احنا صار لنا بالخمس ايام هنا معتصمين ليل نهار، وصار لنا يعني اصلا احنا الدفعه نصها تعينوا والنص الثاني بقى اللي هم احنا بدون تعيين. ونطالب وزير الصحة بدرجات الحذف والاستحداث اللي قبل فترة نزل بها كتب رسمية من وزارات الصحة ودوائر الصحة، حتى لو كانت بدون تخصيص مالي، يعني احنا قابلين نداوم بدون رواتب وعلى الميزانية مال سنة 25، قابلين يعني ما عندنا مشكلة. احنا ناشد وزير الصحة والسيد محمد شيع السوداني بدرجات الحذف والاستحداث. زين، احنا هنا صار لنا بالخمس ايام اعتصام، البارحة يعني دائما هم احنا يفوتون بيناتنا، يعني ناس يخربون المظاهرات يعني. فالبارحة هم ماتين طلع السالفة انه على اساس هنا اكو خيام، ما اعرف شنو يعني يفتحون خيام هنا للمتظاهرين، بس هو اصلا ماكو هيجي سالفة، فاضطرينا يعني الولد ينسحبون ونضل هنا بس بنات يعني بالليل. وبس احنا يعني كل اللي نريده مجرد تعيين، احنا الترحيل رافضينه، ما نريد احنا نترحل على السنة الجاية، لانه انا منو يضمن لي تعيين السنة الجاية بالتعيين؟ الدفعات اللي جاية يعني عددهم أكثر من عددنا بهواية، يعني منو يضمن لي يعني تعييني موجود السنة الجاية؟ فإحنا نرفض الترحيل بكل الأشكال، يعني ناشد رئيس وزير الصحة والرئيس محمد الشيع السوداني بدرجات الحذف والاستحداث. إحنا كل هذا لا طالعين نخرب ولا طالعين، إحنا كل اللي نريده حقنا، ما عندنا شيء غير هذا الحكي. صار لكم كم يوم معتصمين؟ إحنا هاي المظاهرة رقم 16 تقريباً، وصار لنا 5 ايام احنا هنا بايتين اعتصام يعني مستمر، ولحد الان باقين، احنا ما نرجع لحد ما يتحقق مطلبنا، وهو اصلا مو مطلب، احنا رايدين كل اللي رايديه حقنا، ما رايدين شيء ثاني. شنو الاعلان اللي تعرضتوا له؟ هل تعرضتوا له؟ ضرب، احنا من مجزره الشواف لحد الان ماكو شيء ما تعرضنا له. يومية ويا قوات الشغب واشتباكات، طبعا احنا يعني نشكر القوات الامنيه، ما عندنا فد يعني مشكله، وهم دائما ويانا ومساندينا. بس بعض المشاكل صارت وتعرضنا للضرب والمي الحار والنتل وما اعرف يعني هاي السوالف. زين، فاحنا ما طالعين نخرب ولا طالعين نسقط نظام ولا طالعين نسوي فتشي، احنا كل اللي نريده حقنا، ما رايدين شيء ثاني. السلام عليكم، احنا المجموعه الطبيه دفعه 23، طلعنا اليوم انا ودي نطالب بتعييننا. طبعا صار لنا خمسة ايام احنا موجودين هنا، وجاي اعتصام ونبات هنا بهذا المكان. طبعا احنا وعوائلنا وكلش متعذبين، انا بالنسبه لي من الكوت وجايه، وحتى امي عايفه دومها وجايه وياي.
يعني نطالب انه يحسب لنا درجات الحذف والاستحداث، يعني هي موجوده ومن كل الوزارات طلعت 30,000 درجه، ليش ما جاي ينطيها لنا؟ واحنا حالنا حال الباقين، الطب العام والتخدير اللي تعينوا احنا نفسهم، وهو طلع بلقاء قديم وقال انه 1/9 كلكم راح تباشرون، زين كلمته وين؟ يعني هو من اعطى كلمه المفروض ينفذها وراح لازم تصير، بس هو ما بعد ما سواها. زين لمن وجهتمون ارشادات؟ وزير الصحة والسيد الشيعة السوداني وما حد استجاب لنا. سيد الشيعة السوداني على اساس انه قال لهم احتسبوا درجاتي حذف الاستحداث، بس ما كل حد هسه. راجعوا وزير الصحة قال انه هاي الدرجات ما موجودة، اول شيء قال ما موجودة، من اخذوا له الكتب وشوفوها له قال هذن الكتب موجودة مال حذف الاستحداث، قال اي صح موجودة بس ما بيهن استحداث مالي، يعني ما بيها بالمالية، فما ادري جاي نحاول وياه باي طريقة وجاي يشوف الوضع، يعني خريجين وكلهم اسنان وصيدلة 27,000 هذه احنا اليوم صارنا هذا اليوم الخامس من الاعتصامات اللي جاي نطالب حقنا وقانون رقم 6 لسنة 2000، هذا اليوم الخامس مثل ما جاي نشوف جاي النساء يجن من كل المحافظات، انا حاليا جاي من الناصرية صار 3 ايام هنا معتصمة انا ووالدي، احنا ابسط حقوقنا ما جاي يعطينا اياها، عين قسم وعاف قسم، احنا كتب على 23 اعدادنا 57,000 غير لازم يعينه، كنا حسب ما اطلق الاستماره بشهر الرابع وكنا قدمنا وطلع هو وعد انه 1/9 يابا انا راح اعينكم لا تطلعون ولا تتظاهرون، انتم راح تجيكم البشاره ب1/9 بسنه 2024 انتم كلكم متعينين. اجت هاي الايام كلها قال انه انا عندي نقص واخذ بس عند الحاجه. انتم فائض، انتم التحليلات والاسنان والصيادله والمهن الطبيه والمعاهد انتم فائض، يعني كل واحد شهاده بطوله وكل معدلاتهم العاليه يعتبرون فائض. بس لانه شو اسمه ماكو درجات مخصصه انه ورا فتره قبل 3 ايام او اسبوع قدم كتاب شو اسمه للدوائر بحذف الاستحداث، وهي الدوائر الحمد لله الدرجات تقريبا تكفينا وبها زايد تقريبا 32,000 مثل ما مسوين الباستر حاليا، احنا لازم يعني شو اسمه يطالب لازم شو اسمه يستقبل مطالبنا، لازم يشوف حالنا يرثى، لا يعني حالنا يرثى إليه، يعني هو ما جاي يشوف النساء والأمهات والبنات صارنا 5 أيام نايمين بالشارع، هذا يا حال، هذا من يرضى؟ يا دولة ترضى بهذا الشيء؟ يا دولة ترضى بالكفاءات الطبية الخط الأول بكل الأمراض، احنا الخط الأول، كورونا كنا احنا الخط الأول، بالحروب احنا الخط الأول، كل مكان احنا الخط الأول. يرضى هيك الكفاءات تتعامل؟ وشكرا، واحنا نتمنى من عنده بانه درجات الحذف والاستحداث حاليا احنا ان شاء الله جايين نطالب بيهن بانه يستجاب المطالبنا ووفر درجات حذف والاستحداث حتى يعين الكل. صار لكم كم يوم متظاهرين؟ صار لنا 5 ايام، ها من بدينا من يوم الاحد كاعتصام نسوي تقريبا 30 وحده كاعتصام نسوي، وحاليا هسه استمرينا 5 ايام، احنا جايين نجي من كل المحافظات من شمال الى جنوب. وبعدين يعني وبعدين لم تستجاب المطالبنا لم تشوف حالنا. شكرا. اسمك وقسمك شنو منين؟ انا اسمي زهراء نصير من ناصريه قسم تحليلات مرضيه، انا وبابا جايين من ناصريه صار لنا 3 ايام، يعني واكو ناس من الدياله اكو ناس من نتهوك من نتهوك ومن الدياله ومن الشمال صار لهم 5 ايام، نساء بالشارع يا عالم، نساء بالشارع من الغيرة العراقية، أنا بس أريد أناشد الغيرة العراقية، أنتم مو تقولون الغيرة العراقية وأي وحدة تناشدكم، أنا هسه ناشد كل الغيرة العراقية، أكو غيرة عراقية تقبل بهذا الوضع مال النساء؟ أول شيء نشكر قناة روداو على تواجدها اليوم في هذه التظاهرة والاعتصام لمجموعة من أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية، وهم يطالبون بحقهم القانوني في التعيين والمباشرة في وزارة الصحة وبقانون التدرج الطبي رقم 6 سنة 2000، هم تعيينهم مركزي وفق القانون تشير المادة 3 يعين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية موظفا وفق القانون. اليوم بقى منهم 27,000 من أطباء أسنان وصيادلة ومهن صحية بدون تعيين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. اليوم خواتنا لليوم الخامس هم متواجدين على الأرصفة يباتون وما شفنا أي مسؤول إجي يحل هذا الموضوع رغم قرار مجلس الوزراء الأخير
درجات الحذف والاستحداث وحركة الملاك لوزارات الصحة وبقية الوزارات وفق قانون الموازنة. ووصلتنا معلومات انه بحدود 5 محافظات بها اكثر من 9000 درجة، لكن نتفاجئ ما يعلم من وزارة الصحة فقط 5000 درجة وظيفية. لهذا يوم امس تواصلنا ويا السيد النائب هادي السلامي ووجه كتب لجميع الدوائر للتأكد من حركة الملاك ودرجات الحذف والاستعداد. مطلبهم هو تطبيق القانون مو اكثر، واذا الحكومة ما تطبق القانون منو يطبق القانون؟ دكتور ابو بكر زياد الراوي، نقيب اطباء الاسنان في العراق. بداية أستاذي العزيز، الشكر والتقدير لقناتكم الموقرة على مواكبتها لأحداث هذا الاعتصام الذي بدأ منذ 5 أيام متتالية. بدأنا بالاعتصام النسوي قبل 5 أيام، وبقي بعض الأخوة الشباب الخريجين ليلا مع أمهاتهم وأخواتهم الخريجات، كذلك التحق بقية الخريجين صباحا لاستمرار هذه المظاهرات لمدة 5 أيام. طبعا ما خرج هؤلاء الشباب وأخواتنا الخريجات إلا انتفاضا على الظلم والإجحاف الكبيرين بحقهم. طبعا اليوم هم عندهم قانون رقم 6 لسنة 2000، هذا القانون ينص على التعيين المركزي، ولكن ما تفاجأنا به بأنه تم تعيين 29,000 وترك 27,000 خريج باتجاه المصير المجهول. اليوم عندنا كتب رسمية أصدر وزير الصحة كتاب الحذف والاستحداث بعنوان درجات وظيفية شاغرة يوم 13/10. درجات الوظيفية الشاغرة تجاوزت 26,000 درجة، وأيضا تمتلك وزارة الصحة العراقية 6,000 درجة. إذن اليوم عندنا أكثر من 33,000 درجة. لذلك نناشد دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس محمد شياع السوداني بالتدخل الفوري والعاجل، وأن يرى صور وفيديوهات أمهاتي الخريجات وكذلك أخواتي الخريجات وإخوانه من الخريجين والذين يمثلون طبقة مثقفة وراقية. كذلك نناشد معالي وزير الصحة إلى حل هذا الموضوع وعدم ترك أبنائه الخريجين باتجاه المستقبل المجهول. أستاذي العزيز، منذ أن بدأت الاعتصامات طبعا أتت قوات الشغب وحاولت بداية تفكيك الاعتصام والمظاهرات، وذلك كان بحجة وجود الشباب ليلا، وهذا غير مسموح فقط للنساء. ولكن حقيقة يوم أمس أيضا أتوا بقوات مكثفة، تكلموا معهم نقابات أطباء الأسنان والصيادلة مع الضابط، وأعطينا أمر بانسحاب الشباب والالتحاق صباحا بأخواتهم، فعند انسحاب الشباب انسحبت قوات الشغب.